الذي أثر على صورة وعلى نتائج التظاهرات الاحتجاجية في عام 2019 هو اختراقها من قبل المبتزين والمتاجرين حتى بدماء الشهداء، وأيضا البعض من أحزاب السلطة التي خرجت على التظاهرات لأنها مقصرة اندسوا في هذه التظاهرات. هذه الحالة التي أثرت على نتائج وحرفت نتائج التظاهرات المطلبية لا نريدها أن تتكرر، ولهذا هو الدعاء والأمل والطلب لأبنائنا أخوتنا المتظاهرين، اخرجوا مع من تعرفون صدقه، من تخبرون صدقه، لا تذهبون مع كل أحد. هذا أولا. ثانيا، البعض خرج لمصالح الخاصة، هاي التظاهرات اللي صارت والمطلبيات حولت إلى انتفاع إلى أشخاص معينين وليس للمحافظة والناس. الأمر الآخر، تظاهرات لازم تكون مطلبية وليست تظاهرات ابتزازية. أجي على المسؤول أقول له استقيل لأن عندي مسؤول آخر، أو أقول له تعال سوي كذا كذا على متحصل من عندك قطع أراضي أو مقاولات، وهذه كلها أمور موجودة هي للتحصين، لابد أن تكشف وتبعد. طيب دكتور.